عبد الله بن سلام في ذلك الحين رأسا من رؤوس اليهود وراهبا من كبار رهبانهم وعالما من علمائهم هو وأبوه أيضا. يقول: فجئت فلما نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإذا وجه بشوش متواضع لطيف التعامل معهم، يتبسم لهذا ويتبسم للآخر مع تزاحمهم عليه، لم يسخط ولم يضجر ولم يصرخ بهم ولم يسب ولم يشتم. يقول: فوالله ما هو إلا أن رأيت وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى علمت أنه ليس بوجه كذاب. عرفت أن هذه الأخلاق وهذه البشاشة وهذا التعامل الرائع أنه لا يخرج من كذاب. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مع كلامه بهذه البينات كان يطبقها: أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. من علامات الإيمان الإحسان إلى الجار. دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوما، دعاه كما في مسند أحمد، دعاه جار له يهودي خياط، يعني الجار يهودي يقول عزير ابن الله ويقول يد الله مغلولة ويقول إن الله فقير ونحن أغنياء، يهودي، وأيضا هو ليس من تجار اليهود وعظمائهم. فنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام زاره رغبة في إدخاله في الإسلام وفي التأثير به فيتأثر به قومه، لا، ما عنده هذا كله، إنما فقط هذا الجار كان خياطا وليس له من الحق إلا أنه جار للنبي عليه الصلاة والسلام. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام فذهب إليه، فماذا وضع للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ما وضع له لحما ولا مرقا، وضع له خبز شعير وإهالة سنخة، يعني وضع له خبز شعير وهو من أردي أنواع الخبز، وإهالة سنخة يعني سمن متغير، بعض أنواع السمن الحيواني يكون أحيانا فيه رائحة أو يطول مكثه، مدته تطول فتتغير رائحته. يعني الوجبة التي أعدها للنبي عليه الصلاة والسلام خبز وسمن متغير، إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يلاطفه ويأكل عنده ويأكل معه من مائدة واحدة وينصرف، هذا جاري له حق، أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم على مثل ذلك. هذا عبد الله بن عمر كما في الصحيح قال لغلام عنده: انحر لنا شاة. فجاء الغلام توجه يذبح الشاة، فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا ذبحت الشاة فلا تنس جارنا اليهودي. قال: طيب. وبدأ يذبح الشاة، جلس عبد الله بن عمر وقتا يسيرا، ثم قال: انتهيت؟ قال: ليس بعد. قال: إذا انتهيت فلا تنس جارنا اليهودي. قال: طيب. ثم حضر وقت الصلاة، أذن، فقام عبد الله بن عمر مع أصحابه الذين عنده، فمر بالغلام والغلام انتهى يقطع اللحم، فقال له: لا تنس جارنا اليهودي. هل يهودي مشغل بال عبد الله بن عمر؟ يعلم أن قد يعطي جيرانه المسلمين، لكن هل يهودي ابن عمر مهتم به؟ ينبه ثلاث مرات: إذا انتهيت فلا تنس جارنا اليهودي. هذه الأخلاق الحسنة هي التي فعلا تؤثر في الناس، ولذلك حتى غير المسلمين إذا رأوا مثل هذا الخلق الحسن تأثروا واستجابوا، بل إنهم يتعجبون من مثل هذا التعامل إذا تعامل معهم المسلمون به، فعلا يتعجبون من مثل هذا التعامل، لأنهم تعودوا ألا يتعاملوا إلا إذا كان هناك أجرة، فإذا رأوا جارا لهم يكرمهم، يتلطف معهم، يحسن إليهم، علموا أن ما يقرؤونه عن الإسلام أنه حقيقة في الواقع. لكن يا جماعة، إذا كانوا يقرؤون عن الإسلام آدابا حسنة وأخلاقا سمحة، فإذا تعاملوا مع المسلمين رأوا غير ذلك، هذا فيه صد لهم عن الإسلام.